خلينا نروح لخبر ثاني. دعت الهيئة العامة للنقل الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في تطبيقات توصيل الطلبات، والذي يستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط وكذلك الباحثين عن العمل. عموما مشاهدينا، حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ صالح الزويدة، المتحدث الرسمي لهيئة النقل. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. في بداية كلمنا عن برنامج الدعم للعمل الحر تحديدا في تطبيقات توصيل الطلبات. اهلا وسهلا فيكم ومرحبا فيكم سادة المشاهدين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. لا يخفى عليكم أهمية قطاع توصيل الطلبات وحجم الاعتماد عليه اليوم في مختلف مناحي الحياة. نعم. الهيئة العامة للنقل بصفتها المنظم لقطاعات النقل البري والبحري والسككي تسعى لتقديم العديد من المبادرات الداعمة للأنظمة والتشريعات والمحفزة للشباب والشابات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. هذه المبادرة إحدى المبادرات اللي يدعمها صندوق الموارد البشرية هدف، ونستهدف فيها الشباب والشابات المتفرغين الراغبين بالعمل في تطبيقات توصيل الطلبات مقابل حصولهم على دعم مالي يصل إلى 3000 ريال شهريا بناء على عدد الطلبات اللي قاموا بتوصيلها خلال هذا الشهر، على أن يقل عدد طلبات عن 30 طلب شهريا كحد أدنى. هذا البرنامج تقدمه الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف، وشارك فيه اليوم 16 تطبيق معتمد بحيث يمكن الشباب والشابات من الاستفادة من هذه البرامج، وأيضا دعم الإقبال العالي على هذه التطبيقات وتلبية حاجة السوق مثل هذه التطبيقات. نعم جميل. طيب أستاذ صالح، أيضا خلينا نتكلم على شروط يعني التقديم لهذا البرنامج. هل في شروط معينة، وهل في طبعا أو دور وزارة النقل في هذا الملف بالتحديد لدعم الشباب والبنات السعوديين؟ هناك مجموعة من الشروط المخصصة للحصول على الدعم في هذا البرنامج. بداية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية، يكون لديه وثيقة العمل الحر تصدر من بوابة العمل الحر. أيضا يكون العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. لا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو موظف متقاعد، وأن لا يكون أيضا طالب منتظم لديه سجل تجاري، حيث نمكن هذه الفرص للشباب والشابات المتفرغين للعمل الباحثين عن العمل، نمكنهم من الحصول على دخل إضافي وفرص عمل في التطبيقات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إذن يعني هل راح يتم تدريب وتأهيل المتقدمين في هذا النوع من الدعم مثلا، يعني بحيث أن بنعرف أنه هذا النوع من الخدمات يحتاج إلى تطبيق لوجستي في البداية، فهل راح يتم تدريبهم على ذلك أو لا؟ قد تكون هناك برامج أخرى للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لكن هذه المبادرة مرتبطة بتحفيز الشباب والشابات المتفرغين الراغبين بالحصول على فرص عمل لتمكينهم من العمل في تطبيقات التوصيل، وتقديم دعم مالي يصل إلى 3000 ريال شهريا في حال إكمالهم العدد الطلبات المحدد في البرنامج. قد تكون هناك مبادرات مستقبلية للتدريب خلال الأكاديميات خاصة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. نعم، يعني نعرف أنه تطبيقات التوصيل بشكل عام وبشكل خاص المناديب اللي يشتغلون في هذا المجال بالتحديد كثير منهم اللي متفرغ زي ما تفضلت أستاذ صالح، ممكن أنهم يحصلون على مبالغ جميلة، يعني الدخل اللي يجيهم دخل ممتاز يعتبر. لذلك هل أنه إحنا ممكن نشوف في الخطة المستقبلية أو بداية مع هذه الخطة بالتحديد راح نشوف توطين كامل، أو هل بيكون يعني أغلب اللي يشتغل في هذا المجال سعوديين وسعوديات بدل مثلا يعني غير السعوديين اللي موجودين الآن؟
اليوم الفرص متاحة للجميع، وتطبيقات تقدم خدمات لكل فئات المجتمع، ونركز اليوم على جودة الخدمة وتقليل فترة انتظار الحصول على الخدمة للمستفيد. اليوم نركز على جودة الخدمة وتوفر عدد مناديب يلبي الاحتياج ويلبي عدد طلبات من المستفيدين، خاصة في فترات الذروة. اليوم هذا البرنامج هو تحفيز للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل في هذا القطاع، فهي نعطيهم فرصة أكبر تتيح لنا لاتخاذ أي مواترات مستقبلية. نعم، بس للتوضيح أستاذ صالح، يعني نبغى نفرق أكثر ما بين يعني دور وزارة النقل اللي هي مختلفة تماما عن هيئة النقل، لو تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. اليوم احنا في الهيئه العامه للنقل مرتبطين بتنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وكهيئه نقل نعمل في منظومه متكامله تحت وزاره النقل. نعم. ونعمل استراتيجيه شامله، استراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات المجتمعيه. هذه الاستراتيجيه اللي اطلقها سمو سيدي ولي العهد خلال العام الماضي، وتهدف لتطوير قطاع النقل والخدمات المجتمعيه في مختلف الجوانب ومختلف القطاعات اللي تنظمها الهيئة العامة للنقل. اليوم لديها مجموعة من المبادرات، تكلمنا في هذه المقابلة عن مبادرة لدعم العاملين في تطبيقات توصيل طلبات. هناك أيضا مبادرة سابقة تحدثنا عنها في برنامجكم أيضا في حول دعم العاملين في تطبيقات نقل الركاب. هذه المبادرات تساندنا في تطبيق التشريعات والتنظيمات، وأيضا تساهم في تحسين جودة الخدمة لدى المستفيدين ورفع مستوى التنافسية بين الشركات المرخصة. نعم، الأستاذ صالح زويد متحدث الرسمي لهيئة النقل، احنا نشكرك ونشكر مداخلتك معنا، ومشكورين الوزارة على مثل هذه المبادرة العظيمة واللي فعلا تتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب والبنات اللي يمكن ما عندهم وظيفة أو ما سمحت لهم فرصة أنه تكون عندهم وظيفة أو دخل، فهذا دخل فعلا ممتاز، والتطبيقات كل يوم في ازدياد وكل صحيح. يوم بمميزات أكثر وأكثر، والواحد يقدر يشتغل في النهاية يعني في وقته الخاص أو في الوقت اللي يناسبه. فشكرا لكم، فعلا شكرا على هذه المبادرة. أيضا